سنبدأ من هناك من اليابان. نسمع كثيرا عن أخبار الأسرة الملكية البريطانية، لكن خبرنا اليوم عن الأسرة الإمبراطورية اليابانية التي أسست حسابا على إنستغرام. الحساب الإمبراطوري جمع آلاف المتابعين خلال ساعات، ونشرت العائلة صورا تم اختيارها بحرفية عالية، وهي صور من مناسبات مختلفة مثل ما شايفين بالصورة. نعم، بس هذا حلو انهم يوثقوا زي كذا ويكون لهم حساب رسمي، لانه اكيد عندهم جماهيريه واكيد الناس يبغوا يشوفوا اخبارهم زي كذا، فالافضل انه يكون رايح الباباراتزي بالضبط. بس جات متاخر شويه، ان تصل متاخرا افضل من انك ما تصل بالمره.